النهارده احنا اخترنا موضوع كده سريع معظمكم عارفينه، بس قلنا نتطرق ليه بشكل مختلف. ان عندنا زي ما مكتوب قدام حضراتكم اكستندد كولر جامت، ان احنا بنطبع بمدى الوان وعدد الوان اوسع من الاربعه لون. هنتكلم فيها بسرعه كده ان شاء الله، انا احاول انا اكون سريع عشان برضو بعد كده نفتح مناقشه اذا لحقنا باذن الله. طبعا دي فيها مميزات كتيره للمطابع، هي ليها اسمين، هي طبعا اختصار بتاعها اي سي جي، جايه من اكستندد كولر جامت او اكسبندد كولر جامت، وفي الاثنين احنا بنوسع المدى اللوني اللي احنا بنطبع بيه. طبعا المدى اللوني ده معناه هو عدد الالوان اللي احنا بنقدر نطبع بيه اي عمليه طبعيه. عدد الالوان دي بتختلف حسب حاجات كتيره، انا حطيت بعضها هنا لحضراتكم، يعني بغير نوع الحبر عدد الالوان بيختلف، اغير نوع الخامه عدد الالوان هيختلف، اغير تسلسل الالوان عدد الالوان في الاخر هتطلع على الخامه بتختلف، كثافات الاحبار اللي هو سمك طبقه فيلم الحبر بيختلف عدد الالوان هيختلف، عدد الالوان اللي بنطبع بيها كام لون برضو دي بتاثر على الالوان اللي في الاخر كام لون هيطلع، ونوع الطباعه اللي انا بستخدمها سواء فليكسو او روتو او اوفست او ديجيتال. يعني في حاجات تانية كتيره لكن دول اهم ست حاجات بيأثروا على المدى اللوني. بعدين عندنا حتة تانية هنا ان الاكستندد كولر جامت ده او الاكسبندد كولر جامت اي سي جي او اي جي جت، ان انا بطبع باكتر من اربعة لون. الحكاية دي ابتدت من دروبا 16 بقت باينة قوي، لكن بصراحة قبل الاي سي جي كان في حاجة من 30 سنة في التسعينات كان اسمها الهاي فاي كولر، اكيد لو في ناس طبعا عواجيز زي حضروا ده، في التسعينات ابتدت الهاي فاي. الهاي فاي ده ابتدى ازاي؟ الناس قالوا احنا ما يكفيناش السي ام واي كي، عايزين نزود الالوان وندي ساتوريشن وتشبع اكتر. حصل ثلاث محاولات موجودين تحت عند حضراتكم. المحاوله الاولى كانت ان انا اطبع سيان ماجنتا يلو بلاك، وبعدين ارجع اطبع سيان ماجنتا يلو تاني. طبعا دي كانت ميزه انه انا بنفس البليتس ما بستعملش الواح اضافيه، لكن عندي مشكله هنا كبيره انه في موضوع الريجستريشن، لان الورق بيخش بعد ما يتبع اربع لون كان بيخش يتبع تاني بنفس الزنجات نفس اللون. انتوا عارفين هنا الفرق كان حضراتكم ان الترابينج اللي هو لون على لون، تصيد لون على لون، كان بيبقى ضعيف، فلما بديله تاني سيان وماجنتا واصفر فده كان بيقوي تشبع اللون وبيدينا مدى لوني اوسع شويه. وبعدين طبعا جه بعد كده طريقه تانية سبع لون برضو، انه حطينا كان بيطبعوا سي ام واي كي وبعدين ار جي بي. الار جي بي هنا انه بطبع الاحمر والاخضر والازرق فبيبقوا سبع لون. هنا كان في مشكله ان انا بشتري ثلاث احبار زياده، بعمل ثلاثه بليتس زياده، وعندي مشكله الزوايا الشبكيه لانه طبعا في سبع لون وانتم عارفين حضراتكم احسن مني، الزوايا عندنا 90 بس، فكان 15 45 45 و90. فهنا عملوا حاجه جميله انه خلوا كل لون على اللون المكمل، يعني مثلا اما اجي اعمل اليلو مع البلو عمرهم ما هيجوا مع بعض، الماجنتا مع الاخضر عمرهم ما هيجوا مع بعض، السيان مع الاحمر عمرهم ما هيجوا مع بعض، فكانوا بيحطوا زاوية السيان والأحمر على نفس الزاوية، الماجنتا مع الأخضر والأصفر مع الأزرق، كان بيدي نتائج هايلة جدا. كان أشهر صورة بالطريقة دي الهاي فاي كان صورة البغبغان اللي انتشر جدا في آيبكس وفي دروبا 95 و96 و98. بعد كده كلنا سمعنا عن الهكسا كروم، هكسا يعني ستة، بطبع بستة لون، كان أهمهم سيان ماجنتا يلو بلاك برضو، بحط عليهم الأخضر والبرتقاني، لكن مش لازم اخضر برتقاني حسب الصوره، الناس حطت ازرق احمر، المهم يبقى فيه اكتر من اربع لون. في الاي سي جي والاي جي اللي بنتكلم عليه النهارده هو بيبقى فيه الحقيقه سبع لون غير السيان ماجنتا يلو بلاك، بنحط ممكن برتقاني اخضر ازرق احمر او الفايلت حسب ما احنا عايزين حسب الصوره اللي عندنا. فده تاريخيا دي كانت بدايه الحاجه في الهاي فاي كولر. طيب تعالوا سريعا نشوف مع حضراتكم يعني ايه كولر جامد في ثواني، كلكم عارفينها لكن ناكد عليها. ده طبعا دايره الالوان بتاعت السي لاب، سي اي اي لاب، اللي هي الاتحاد الدولي للاضاءه وطبعا الالوان، والحته دي بيبقى فيها كل الالوان ال 16 مليون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، لكن دي دايره افتراضيه، هي حقيقه مش دايره، هي عباره عن كوره بيبقى فيها هنا درجات اللون
وفي التشبع من جوه لبره، وده هنا فيه اللايتنس اللي هي الاستضاءه من الاسود للابيض، بنقيس بيها الالوان. فطبعا احنا كل ما نزود عدد الالوان احنا بنشد المدى اللوني ده وبنوسعه، زي المنظر اللي حضراتكم شايفينه هنا. ده لما بطبع بالطباعه العاديه، لكن اول ما باجي بطبع هنا بالالوان بقى بزود عدد الالوان عندي، فبشد المدى اللوني ده لبره. فبتلاقي حضراتكم هنا مثلا الاخضر شد هنا، كل الالوان دي مش عارفين نطبعها في الطباعه الاربعه لون، لما حطينا الاخضر هنا شد كل الالوان دي دخلت جوه، حطينا الاحمر كل الالوان دي دخلت هنا، حطينا هنا الازرق مثلا كل الالوان دي دخلت. فهنا كبرنا المدى اللوني، يعني كبرنا عدد الالوان اللي نقدر نطبعها. طيب نشوف مع بعض حاجه مهمه قوي هنا، انه ليه بنعمل كل ده؟ ليه الناس عايزه تطبع مش مكفيها الاربعه لون؟ يعني حتى السته لون ما كفاهاش. وقبل ما ننقل لدي، بس في ميزه في الهكسا كروم السته، انه الماكينات كانت اثنين لون واربعه لون ونزل سته لون، فلما جم سبعه لون برضو يعني بتبقى شويه مش متوفره دلوقتي، ابتدت طبعا، لكن في دايما كان بيبقى ميجوز 2 4 6 8، لكن السبعه هم قالوا دي هتكفي قوي، هنشوف ليه. طب ليه بنحاول نطبع اربع اكتر من اربعه لون؟ السبب الرئيسي موجود هنا، نعمل تاثير بصري، فيجوال امباكت. الحكايه كلها هنا على الارفف، في خناقات بتحصل ومعارك ومنافسه شديده جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه ما بين العلب بقى، مين يشتري ايه، وناس بتاخد قرار الشراء. لقوا ان 90% من قرارات الشراء بتعتمد على اللون، عشان كده هما بيسموها شيلف شاوتينج. الكلمه دي مهمه قوي، شيلف شاوتينج، ان هو بيصرخ من على الرف بيقول لي تعالى اشتريني يعني. فعشان كده الناس عايزه تطبع بالوان اكتر. طيب الحاجه المهمه بقى، حضراتكم عارفين كلكم البانتون، فطلع ان الاربعه لون الاوفست بيحقق حوالي 55% من الوان البانتون كلها، 55% بس. وبقدر انتج عدد الالوان 450 الف لون. طبعا دي مشكله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا 16 مليون في الطبيعه، الشاشات بتورينا 3 4 مليون، احنا في الاوفست والفليكسو والروتو في العادي في الاربعه لون بنحقق اقل من نص مليون لون بس. طيب لما عملوا السبع لون حضراتكم وصلنا ل 90% من الوان البانتون، بقى بدل ما اطبع 450 الف بطبع حوالي 1.25 مليون ل 900 الف لون. ده حاجه كبيره جدا، يعني ممكن اقول بضربها في 1.6 من 10، 1.7 من 10، لو زودنا بتبقى الضعف. عشان كده بتلاقوا ماكينات الديجيتال معظمها نازله 6 لون و7 لون، يمكن يعني شفنا في شركات كتيره جدا الحته دي موجوده، خلاص الاربعه لون ما بقتش كافيه. فالنهارده شركه بانتون، انا لما كنت بدور لقيت بيقولوا ان 20-25% من الناس اللي بتطبع التغليف بتستعمل الاي سي جي خلاص اوريدي، بالذات في الفليكسو والروتو والاوفست خلاص دخلوا، والديجيتال جاي، وبيتوقعوا ان في العشر سنين الجايين هنزيد 50% تاني في الموضوع ده. الحته دي مهمه قوي، هي دي اكستندد كولر جامت، ان المدى اللوني بتاعنا اللي هو 450 الف تقريبا احنا خليناهم حوالي 800 ل 900، يعني هنا كده بقى ضعف بالظبط، 450 ل 900 هنوصل للضعف. وبنحقق 90% من الوان البانتون من غير ما نستعمل الوان البانتون، من غير ما نقعد نخلط ونعمل سبوت كولرز، هي دي الميزه هنشوفها حالا مع بعض. فهنا هم ساعات بيسموها CMYK OGV، OGV دي جايه على اساس اللي هي الاورنج والجرين والفايلت، لكن زي ما احنا قلنا في الاول ممكن حضراتكم تستعملوا احمر ازرق حسب اللون الاكثر شيوعا في الموضوع ده. اهم سلايد هو ده بقى، ايه المميزات؟ يعني ليه الدوشه دي كلها على الاي سي جي ان انا اطبع بسبع لون؟ اول حاجه خلاص شرحناها وقلناها وحضراتكم عارفين احسن مني، ان بنعمل مدى لوني اوسع، فبنتج عدد الوان اكتر من الاربعه لون، ضعف يمكن. لكن في حاجه مهمه، عندي وقت اكتر للمكنه، وبالتالي عندي كفاءه انتاجيه اعلى، عندي طاقه اكتر. ليه بقى؟ انا ما بغسلش خلاص، مفيش تجهيزات ولا في غسيل للالوان. حضراتكم عارفين طبعا في التغليف لما كل شويه نحط لون مخصوص للبانتون، طبعا هنحط الحبر ده نخلطه وبعدين هنيجي نعمل غسيل، بالذات لما هنغسل لون مثلا هيبقى غامق هنحط مكانه فاتح، بتبقى مشكله كبيره بيروح فيها نص ساعه ساعه الا ربع. هنا مفيش، هنا السبع لون موجودين طول الوقت في المكنه، طول الوقت
ما بستعملش البانتون خالص، ما بستعملش السبوت كولرز نهائي يعني. فدي هي دي الحته المهمه قوي للمطابع، لانه اكتر حاجه النهارده بتعطل كانت الناس كلها هي الغسيل، هي تجهيز المكنه. فما فيش هنا خلاص، الاحبار ثابته، الهالك اقل، بستخدم احبار وبستخدم خامات اقل، هشتري حبر اقل، خلط الحبر اقل، تخزين الحبر اقل، في الاخر في 25% توفير في الاحبار. الالوان بتطلع مشبعه جدا، الالوان بتطلع ثابته، مفيش تغيير في درجات اللونيه. السرعات المكنه هزودها لان هطبع بسمك طبقه فيلم حبر ارفع، السمك هيقل، وبعدين طبعا الربحيه هتزيد بعد كل ده. كمان ميزه حلوه ان انا النهارده في شورت الرز، الناس بتطبع كميات اقل، مفيش مشكله. Just in time inventories برضو مفيش مشكلة، التخزين هشتري الأحبار يدوبك على القد اللي أنا عايزه. هي دي الميزة الكبيرة قوي هنا، يعني احنا بنحط السبع لون، ما بخلطش بقى ألوان خاصة ولا حاجة، هي شغالة سبع لون، بحقق 90% من ألوان البانتون، فمفيش داعي استعملها إلا في حالات نادرة جدا، لكن الأربع لون بيحققوا لي نصها بس. فهنا بيقول لي تحت، أول ما أنا بحط السبع لون في المكنة خلاص بقى محتاج بس أغير الألواح الطبيعية، هغير البليتس بس، كل شغلانه تيجي بغير البليت. نفس الاحبار موجوده جوه القلمايه، جوه الخزانات الحبر، ما بشيلش ولا بغسل ولا بعمل اي حاجه، فدي بتعمل وقت تجهيز اقل طبعا، ودي بتدي فرصه ان انا اطبع كذا شغلانه ورا بعض من غير ما اغسل المكنه. طيب شركه بانتون عملت الموضوع ده من سنه 2015، يعني بقى لها 5 سنين، طلعت حاجة اسمها الاكستندد جامت بالسبعة لون، الكارتيلا بتاعتها عملتها البوك بتاعها. والبانتون هنا بيحط لنا جوه ده حوالي 1729 لون معمولين بالسبع ألوان، ودي الصورة اللي تحت بتوضح لحضراتكم، لو دخلتوا على النت هتشوفوها، اكستندد جامت كوتد جايد للورق المغطى. وطبعا هنا هم يعني شوف حضراتكم كاتبين سيان ماجنتا يلو بلاك، حاطين الاو جي في هنا بقى اللي هي الاورنج والجرين والفايولت، يعني هو مش حاطط هنا البلو، في ناس بيسموها او جي بي، دول عاملينها او جي في، مفيش مشكله. كمان سبع لون، هم استعملوا هنا الفايولت اللي هو الازرق شويه البنفسجي يعني. طبعا برضو لما بنستعمل ده انتوا تقدروا تقارنوا مع الشغل بتاعكم، يعني بتعملوا ازاي. ادي الكارتيله موجوده، باشي بشوف هو بيعمل برتقاني وجرين والفايولت. اول حاجه بنشوف اللون اللي احنا عايزينه في البلاس العادي بتاعنا او البريتش، بعدين نفتح نفس رقم الصفحه مع الاكستندد جامت نحطهم جنب بعض، وانا هوري لحضراتكم حالا عينه عمليه عشان برضو نشوفها، هنقارنها سايد باي سايد جنب بعض كده. طبعا البانتون عامله حاجه مقصوده، لو لاحظتوا هنا القص على الاخر، بحيث لما بحطها جنب لون او احط اتنين جنب بعض بيبقوا كانهم حاجه واحده، عشان اقدر اشوف فعلا الالوان مع بعض ولا لا. دي ميزه كبيره، يعني هم قصدين ان القص يبقى على الاخر كده، بنحطهم مع بعض ونشوف بقى هل ده acceptable match، يعني مضاهاه لونيه مقبوله ولا لا. لو لقينا في فرق لا نخلينا في السوليد برضو في حالات ال 10%، لكن لو لقيناها كويسه خلاص على طول هنعملها، لانها مش هتحتاج ان احنا نعمل كل الهيصه اللي كنا عاملها قبل كده. تعالوا نشوف الحتة دي سريعا مع حضراتكم. هنا في 3 حالات لون من الالوان، مثلا رو بانتون 2068 اهو هنا، ده لو في الاربع لون هعمل اهو 40 سيان 71 ماجنتا 0 اصفر و0 اسود، ده في حالة الاربع لون. في حالة الاكستندد كولر جامت لما نعملها بالسبع الوان، ادي التركيبة بتاعتها وبالار جي بي هنا، فهنا بقى دي بتحقق لي، يعني هنا بتطلع نص البانتونات، هنا بعمل 90% خلاص. لو في حاله خاصه خالص اروح بقى للبانتون السوليد اللي هو هنا. انتوا عارفين حضراتكم البانتون السوليد اساسه ان انا بجيب اللون بيبقى ثباتيه لون، لان بجيبه من لون واحد، وكمان بيدي كونسيستنسي في الطباعه، وبجيب اللون اللي انا عايزه، وفي حوالي نص الوان البانتون خارج المدى اللوني بتاع الاربع لون، عشان كده بنعمله. فدي ال3 حالات اللي ممكن حضراتكم تشوفوها، دي طبعا بتبقى اصعبهم، احيانا ما نقدرش نجيب اللون ده خالص، فبالسبعه لون هنجيب 90% وال10% هنضطر بس نعملهم بانتون. الفكره هنا بدل ما بفصل 4 لون
بنحول هنا الصوره الار جي بي لاربعه لون، لا بنحولها الى سبع الوان اللي هنا الاورنج جرين وبلو مثلا. فحضراتكم بتشوفوا هنا طبعا الشاشه مش هتوري زي المطبوع، لكن في فرق كبير جدا جدا في البرتقاني والاخضر من هنا، برتقاني واخضر، وتستاهل انها تتبع كده. ففي فرق جامد جدا هنا في اللون، وده بيعمل جذب كبير جدا للناس الحقيقه. يعني لما الناس بتيجي تشوف حاجه زي كده نقارنها مع بعض الاربعه لون مع السبعه لون، لا في فرق رهيب جدا زي الصوره اللي باينه قدام حضراتكم. الميزه في الحته دي برضو ان الاحبار اللي بنستعملها هي احبار الستاندرد ايزو، بنعملها في الاوفست والفليكسو والجرافير، مش هنشتري حاجه جديده. والبلو فايلت او الاخضر والبرتقاني دي برضو موجوده في البانتون، الاحبار الاساسيه بتاعت البانتون اوريدي الناس بتوع مصانع الاحبار بتعملها، مفيش حاجه جديده يعني. مهم قوي السيباريشن بقى، الكالر سيباريشن اللي هو فصل الالوان ان يتم صح. انا حطيت هنا يعني اسامي، في حاجات كتيره تانية طبعا شغاله، لكن مجرد اسكو عندها، كودك عندها، الكالر لوجيك، جي ام جي الوان، كل دول عندهم برامج مخصوصه جدا، واحيانا بيبقى عندهم بلاجين بيتحط في الفوتوشوب عشان يحول الفايل بتاع حضراتكم اوتوماتيك مباشره لل سبع لون من غير ما تعملوا مجهود كبير فيها، يعني بتبقى شبه اوتوماتيك. يعني في حاجات اكتر من كده بكتير، بس يعني انا قلت احط بس بعض الامثله. المهم قوي في السبع لون انه الالوان بتبقى اكثر ثباتيه، لان الاربع لون لما تشوفوا في الكالر جامت لما شفناهم بعاد عن بعض، لكن لما بحط ثلاثه تانيين يعني لما نيجي هنا بصوا حضراتكم هنا دول بعاد عن بعض، فاي تغيير في اي لون بيبان فرق اللون على طول في الطباعه. انما هنا زودنا الالوان ودول لسه كده سته، ممكن اخليهم سبعه، هيبقى المسافات قليله، اي تغيير فيها ما بيأثرش قوي، فبتطلع الوان اكثر ثباتيه. دي حته مهمه جدا، دي كانت في اولى الندوات العالميه والمؤتمرات لما كانوا بيعملوها، فبيشرح السي ام واي كي تحول للسي ام واي كي او جي في، كانت عامله طبعا شغل جامد جدا عالميا، الناس كلها مهتميه بيها. في الجزء الاخير خالص بنقول ان طلع ستاندردز جديده، يعني طلعوا مواصفات قياسيه، انا حطيت بعضها لحضراتكم هنا الارقام بتاعتها من منظمه الايزو اللي هي المنظمه العالميه للتوحيد القياسي والمواصفات القياسيه المعياريه. عملوا ايزو للسبوت كولر، للسبوت كولر تون فاليو، عملوا للاكستشينج، يعني دي مواصفات عالميه طلعت مخصوصه عن موضوع السبع الوان دي وازاي نقدر نستعملها. لكن مفيش حاجة كمال لله وحده سبحانه وتعالى. ففي اخر سلايدين عايزين نتطرق لبعض المشاكل بقى والقيود اللي علينا من الموضوع ده، ما العملية مش سهلة كده، فيها برضو شوية مشاكل لازم نخلي بالنا منها. ايه بقى؟ يعني اخترنا ست حاجات هنا، لما باجي بطبع الوان متفرغة او كتابات متفرغة هنا هيبقى اصعب، لانه في اللون الواحد بانتون هفرغ انا في اللون سوليد فسهل قوي، هنا هفرغ بقى في ثلاثة لون واربعة لون وخمسة لون وشبكات، فمشكلة. المواريه مشكلة عشان الزوايا، ده تأثير المواريه اللي هو تأثيرات زخرفية غير مستحبة، بس هنقول العلاج بتاعها حالا. حاجة تانية، لو انا اوريدي بطبع بالبانتون وانا بستعمل لون واحد سبوت، يعني اتعودنا عليها خلاص، الناس اللي بتطبع مثلا نقول اي حاجة يعني كادبوري ماربورو اللون خلاص لون واحد، هيجيبها بقى من الثلاثة لون دي عايزة برضو صعب عشان يقدر يعملها بالظبط، لان في ال10% الفقد اللي قلنا عليها. وبعدين لو في شغل في الريجستر بقى، لان انا بعمل هنا بقى ثلاثة لون زياده، شبكات وسكرين، دقه التسجيل اللوني على بعض مهمه قوي. الريبيتابيليتي بقى، ان انا لما اجي اطبع تاني هنا بقى في كذا لون، بجيب اللون من كذا لون مش لون واحد، هو ستيبل لكن لو لون واحد هيبقى ستيبل اكتر. لو عندي فلات كولر وعندي مساحه كبيره طبعا دي بتبقى صعبه ولازم نحطها ويدين تولرنس، معلش الكلمه دي ويدين يعني هي ويشنج طلعت ويدين تولرنس، انها تبقى في السماحيه المحدوده الحدود المسموح بيها يعني. وطبعا اهم حاجه محتاج تدريب، الناس محتاجين مهارات، محتاجين سبورت من الشركات عشان ينجحوا فيها. فدي بعض التشالنجز اللي عندنا، بعض المشاكل، بعض التحديات اللي هي بتاخد وقت بسيط لكن بتعدي. ففي السلايد الاخير خالص عايزين نحل المشكله دي، اول حاجه نشوف الكثافات. الكثافات هنا هم بيقترحوا ان احنا الاسود
بنعمله 1.6، ده على ورق كوتد طبعا الكوشيه، لان الكوشيه انتوا عارفين حضراتكم الكثافه دي ان شاء الله مره هنتكلم عليها، هي قياس لسمك طبقه فيلم الحبر على الخامه السمك بتاعها. فلو عندي الورق بتاعي ما بيتشربش قوي يبقى السمك بيبقى كبير فالكثافات تبقى عاليه، في الجرايد في الورق الغير مغطى طبع يعني بيبقى اقل لانه بيشرب الحبر. فالاسود هو الاعلى دايما، السيان بيبقى 1.3 زي الماجنتا تقريبا، الاصفر اقلهم بيبقى 1. طب مقيس الاورنج والجرين والفايوليت، شوفوا بقى هنا حضراتكم الفايوليت والجرين بيبقوا زي الاسود تقريبا، لكن الاورنج بيبقى اعلى كتير، يعني محتاج سمك عالي الاورنج، ودي نقطة مهمة قوي. وبعدين الحروف دي هنا مهمة، انه الدنسوميتر بيقيس الاسود بيقيس السيان الماجنتا اليلو، طب هقيس الاورنج من الفلتر بتاع الاصفر، هقيس الاخضر من الفلتر بتاع السيان، وهقيس الفايوليت من الفلتر بتاع الماجنتا. دي حتة مهمة قوي في ناس كتيرة مش عارفينها، ودي اللي بتخلي نقدر نقيس صح واحنا شغالين. اخر مشكلة اللي هي الزوايا الشبكية، اتفقنا هم 90 بس، وبالتالي كان عندنا 0 15 45 75، هنحط فين الثلاثة؟ فعملوا حاجة جميلة، حطوا الفايوليت والاسود على نفس الزاوية اللي هي 45، حطوا السيان مع البرتقاني 15، الاخضر مع الماجنتا 75، وخلوا الاصفر على 90. طبعا دي مش حضراتكم هتعملوها، دي بتبقى اوتوماتيك في السوفت وير والبلاجين بيعملها اوتوماتيك. ليه بقى حطوهم مع بعض؟ انا هاخد حاجه بس بسيطه، لما نيجي نتكلم نقول الجرين والماجنتا، الجرين والماجنتا كلكم عارفين واساتذه واحسن مننا كلنا ان الاخضر ده بيجي منين؟ بيجي من السيان والاصفر، في اي مكان فيه اخضر ممكن في شك ان يبقى فيه سيان واصفر لان مع بعض بيدوا الاخضر، لكن عمر ما هيبقى فيه ماجنتا، عشان كده هم ادوا نفس الزاويه بتاعت الاخضر هي زاويه الماجنتا، لان عمرهم ما هيجوا على بعض عمرهم. فزي الاصفر مع السيان فحطوا، او الاورنج مع السيان عمر ما هيجي لان الاورنج ده بيجي من الماجنتا واليلو، فادوا له نفس زاويه السيان، فحلوا المشكله كده. بقى استعملنا اربع زوايا، ادي 15 و45 و75 و90 بتوعنا زي ما هم، لكن حطينا فيهم 7 لون بدل الأربعة لون، فدي حلت المشكلة. طبعا يعني أنا بشكركم جدا على حسن الاستماع، وتشرفت جدا أن نبتدي مع بعض كده حاجة أونلاين، هي كويسة لنا كلنا، ونحس أن الدنيا ماشية والحياة ماشية، وإن شاء الله يا رب ربنا يحفظكم جميعا وصناعتنا وبلدنا الحبيبة والعالم كله إن شاء الله، ونرجع كلنا وجها لوجه يعني. شكرا مستر هشام، إزاي حضرتك؟ وحشنا جدا، اهلا بيكم. لو في اي تعليقات وكده ممكن نفتح الصوت ونتكلم. شكرا. لا مفيش، طبعا اللي انت قلته طبعا. انا هجيب هي اكتر حاجه هي موضوع الفصل، فصل الالوان. هي اكتر حاجه، بس هي دي بقى، هل المكن القديم فيه ينفع يشيله نفس السيستم ده ولا لا، وهل ده لازم يبقى بعد 2015 اللي هو السي تي بي والكلام ده، يعني بعد 2015 عشان يبقى فيه السيستم ده، ولا القديم بيبقى؟ دي حاجات مهمه برضو. لا هما دلوقتي يعني اللي احنا شفناه ان هما بالبلاجينز والحاجات دي ممكن على اي حاجه السي تي بي بيطلع، والمكن كله تمام والاحبار موجوده، هي بس البروجرام يعني ان الزوايا تبقى ومحتاجه في الاول كده ليرنينج كيرف بسيطه يعني، لكن في ناس بتوع التغليف هم اللي ابتدوا يعملوها فعلا. اسلام لو عايز اكتب كومنت ثانك يو ولا حاجه ازاي ولا عاوز اتكلم؟ لا في ناس لقيت كاتبين، بالتالي الصوت ممكن يبقى صعب، لكن طبعا ان شاء الله وريني كده كام واحد ان شاء الله. حضراتكم ما ننساش يوم الخميس الساعه 8 في بتاعت اتش بي، بس اتش بي محتاجين تسجيل باذن الله، فياريت لو حضراتكم تدوسوا على اللينك وتسجلوا، ولو في حاجة احنا ممكن برضو ان شاء الله نساعد حضراتكم في التسجيل بإذن الله. ربنا يكرمك. أنا بشكرك دكتور جورج على الندوة الجميلة ديت، ودايما كده يعني بتعلمنا وبتطلعنا يعني كل جديد ما شاء الله. لا دكتور مصطفى ده حضرتك استاذنا، ده احنا بس يعني ايه الله يخليك. لا حضرتك استاذنا برضه، نعمل في الحظر حاجات كده تبقى يعني وين وين، ونحس ان الدنيا ماشيه يعني ان شاء الله. الحظر جمعنا برضه ما شاء الله. الحظر يا دكتور صغيره معلش اتفضل.
الاجهزه اللي كانت بتختبر الفرخ الملون اللي طالع من المكنه نسب الوانه وحاجات زي كده اللي طالع من المكنه الاوت بوت، هل في التكنولوجيا الاكستندد دي هل الاجهزه دي هتنفع ولا محتاجين يبقى في اجهزه للسبعه دول؟ هتنفع بس هي لازم في الكالر بار بقى اللي هيتحط شريط التحكم اللوني هيبقى فيها السبع الوان، هيبقى فيه بقع للسبع الوان، ودي اللي احنا كنا حطيناها في الـ في الـ الاعلان اللي عملناه عن الموضوع ده. يعني هنا زي ما حضراتكم شايفين كده لازم يتحط البقع بتاع السبع اللون، منها سكرين ومنها سوليد عشان نقدر نقيس الكثافات والدوت جين بتاع الالوان السبعه. يعني الشريط بيتحط وفي نفس الوقت برضو الاجهزه بتقيس، وزي ما قلنا لحضرتك الجهاز هو بس هيقيس بنفس الفلتر الاصفر هيقيس البرتقاني، بفلتر السيان هيقيس الاخضر، فلتر الماجنتا هيقيس الفايولت. تمام، شكرا دكتور. شكرا. ألف شكر يا دكتور، دايما كده بتعلمنا كل مرة. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا يا دكتور. إحنا بإذن الله هنعمل حاجات مع الشركات، يعني إن شاء الله في شركات كتيرة كل أسبوع هيبقى في ميتنج هنعلن عنها، إن شاء الله إحنا هنعمل كل فترة برضو حاجة كده سريعا ننعش بيها الحاجة ونتبادل الخبرات يعني. ان شاء الله. بس المحاضرات يا دكتور عايزين يعني عايزين تبقى تحت ايدينا كده نسمعها كل شويه او نقراها كده. لا لا ان شاء الله، احنا دي طبعا ما سجلناهاش بس نسجل لانه التلت ساعه دي مثلا بتطلع حاجه فوق ال 100 ميجا لازم نحطها على جوجل درايف ونبعت اللينك ان شاء الله. ربنا يقويك يا دكتور، شكر جدا. واحنا برضه لو في اي اراء او افكار او مقترحات عن مواضيع معينه عشان من خلال الشركات هنعمل كذا ندوه ان شاء الله. ان شاء الله. اسلام عايز اعمل اخش اعمل مداخله. احنا بنشكر حضراتكم جدا عشان بس دلوقتي احنا قدامنا دقيقه ونص بالظبط. عايزين حضراتكم برضو نتفاعل لو في اي استفسارات عن المحاضرة دي او عن توبكس مختلفة اخرى، ياريت من خلال صفحة Arab Print Media على الفيسبوك نبعت اسئلة نبعت اقتراحات. واحنا ان شاء الله الحقيقة دكتور جورج احنا يعني يمكن مفيش في دقيقتين اتفقنا على طول ان المحاضرة دي تتعمل، الحقيقة دكتور جورج جاهزة امبارح، فاحنا يعني دكتور جورج واكيد طبعا ممكن زملاء اخرين كمان مستعدين ان شاء الله نعمل اكتر من محاضره في الفتره اللي احنا فيها دي. بس محتاجين حضراتكم تبعتوا لنا تقولوا لنا والله في توبيك معين او في موضوع عايزين نتكلم فيه او في استفسار مثلا بخصوص اي توبيك، ده هيساعد في ان احنا نجيب حاجات مناسبه لحضراتكم يعني. ونشكر حضراتكم جدا على التواصل وان شاء الله هنستنى حضراتكم يوم الخميس في المحاضره الخاصه بالتكنولوجيا القادم يوم الخميس يا دكتور الساعه كام؟ 8 برضه؟ الخميس الساعه 8 بس طبعا. انت عبده لازم حتى تسجل، حتى لازم تسجل الخميس الساعه 8 لازم طبعا. تسجيل تسجيل مظبوط 8 يعني ممكن تسجل من دلوقتي لو حضرتك مش في اي مشكله مواجهك في التسجيل، تواصل معانا برضه على الجروب او على الفيسبوك ونظبطها. اسجل في اللينك يا باشمهندس، اللينك اللي جات لك او اللينك اللي موجود على الجروب هتدوس عليها هي هتعمل لك التسجيل، ولو في اي مشكله لقيتك ادينا بس فكره نظبطها مع بعض. طيب ماشي شكرا.